عسلامة مدام. عسلامة لله. لباس. الحمد لله. قدمنا روح. أنا قدمة لشريفة بنت بن عمار بنت حملنف. شنو اللي تحبنا مرحبا بيك. وإحنا اليوم باش نحكيو على الفرق بين الأجيال، بين جيل قبل وجيل توا. جيل قبل كان ياسر يقدروا بعضهم، الكبير يقدر الكبير والصغير يقدر الصغير، وإحنا ديما بالقدر فماش. توا تطورت الحديثة، نقول أنا تطورت كل شيء تطور، حتى الصغير ساعات ينطق لك بحاجة أنت ما تجيش لفكرك بالكل. ما نجمش نلوم عليهم بصراحة، خلي تطور هذا ما نرجعوش بالتوالي، نمشيو بالقدام. فهمتني؟ هذاك هو الديفيرونس نتاعنا، معناتها نحب ماذا بينا توا شكون يرجع لنا شوية القيمة نتاع بكري، شوية على الأقل شوية برجيبية. أنت برجيبية؟ أنا برجيبي، أنا برجيبية نموت على برجيبة، الله يرحم، الله يرحم ألف مرة. ويرحم زاد قايد سبسي راهو اسمه بجبوج الله يرحمه. اي فهمتني، انا برجيبيه ما نكذبش عليك، انا ولد الدنيا ما نسمعش بحاجات تحب، كيف فما حاجه تاع برجيبه تلقاني انا الاولى. ما فماش في موته في حياته في دنيته ديما انا معاها. فهمتني هكا هاو. قول لي نحكيو على قبل، على صغرك كيفاش كان الامن والامان. حكينا على قبل. اي صغري ما نكذبش عليك، انا نخرج مطمئنه، نخزر عندي عندي حماس ما نكذبش، نبدا فرحانه، نمشي للعروسات نروح في الليل ما يجرى لي شيء، نعمل حفروحات ما يجينا حد. فهمتني؟ ما عندناش قلق بالكل، تو ولينا القلق، حتى تخرج الشارع قلق، ما تنجمش تخرج وحدك ساعه ولا. وانا عمري تو في العمر هذا ما عمري نخرج وحدي، اما وقت صغرية ولا بناتي معايا ولا فما حاجه فماش. وحدك لا؟ لا، انا ريت بعيني كيفاش نحالها السوش تجري وهو يجري قلبي، انا قعدت دخت، انا في عوضها دخت. لا معناتها ما عادش كيف، حتى اي بلاصه تمشي لها ما عادش قدر، ما عادش يعطيك قدرك. فهمتني؟ حتى تسهلوا تقولوا مانيش فاهمك الحاجه ما يعطيكش الجواب الصحيح، كيفاش يقولوا. فهمتني؟ هذاك هو. على عكس قبل شنو؟ العرس. على عكس، على عكس قبل. عكس قبل، عكس قبل، لا لا العكس قبل، قبل تدخل اي بلاصه حتى حاجه مش باهي يقول لك خذ من هذه وخلي هذه. ينصحك. ينصحك، ينصحك خذ من هذه خذ من هذه، وهكا وهكا وفعلا تلقى صحيح. شكون ينصح؟ لا ما عادش كنت يعطيك اللي يجي سعلانه، وكي تروح للدار تلقاه لا وريك. لا هي سلعه ولا تبعات، وتروح انت ما عندك اش نقول لك، تقول الله يهدي الله يهدي، ولا ساعات انت نرفز الله يهدي. فهمتني؟ فما اللي غشوك ولا انت غشش؟ انت غشش نعم. لا اي تتغشش صحيح، اما تقصد غشوك مثلا قالوا لك على اساس هذيك الحاجه وبعد. لا 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 ما ردش الفعل وما طيح لهمش قدرهم، وديما بالقدر، وانا عندي عباد نشري من عندهم معينين، حتى هما توفاوا اولادهم نشري من عندهم، ما نمشيش بعيد. فهمتني؟ ما نمشيش حتى بقع بعيد، ديما نفس المكان ونفس. فهمتني؟ هذاك هو. نرجع توا للفرق بين جيل قبل وجيل توا، شنو اللي تبدل؟ تبدل شو نقول لك، تبدل برشا حاجات برشا. حكيت مثلا على التطور، التطور كنقول لك حاجه اش تبدل التويكا تويكا الساعه، ولا ثقافه ماهيش موزونه، ثقافه ماهيش موزونه، ثقافه مخربطه تخلى بعضها، ماهيش من نوعك الرز وكل مش كي بكري. شوف احنا شوف المسرح بكري، شوف السينما بكري، شوف البلدي، شوف تفرج على بكري وتشوف حتى الممثلين ما همش كيما توا، الممثلين القدم نتفرج فيهم ما نتفرجش في جدد، خاطر ما يعرف اللي هذه تقول لك انا توا عندي قداش وانا تشهرت وانا قضيت درشنو وميدا،
احنا عندنا تبارك الله ممثلين مسك الدنيا، نتفرج في السبوعي مثلا، نتفرج ردو حل، نتفرج نسيبتي العزيزه كيف كيف هكا، ممثلين رزان ومفهومين على الاقل، كي يحكي لك على موضوع تفهم ماشي هكا هو. اتمنى انت مثلا يرجع الوقت الوقت ما يرجعش. نتمنى حاجه واحده، نتمنى سعيد هذا سعيد رئيس الدولة توا يقعد لنا للأبد. أقول لك هذا الرسمي. وفيما يخص تونس معناها شنو الحاجات اللي تحبهم يتبدلوا ويتحسنوا؟ تو كي يولي هو رئيس الدولة بالكدا في الانتخابات انتخبوه الناس الكل، تو يولي مصلي على النبي، عنده روعة وعنده مخ وعنده الدنيا. شنو الحاجات اللي تحبهم يبدلهم مثلا؟ يبدل مثلا نحب الثقافة، نحب مثلا البيئة، بلديات والشيء، الادارات، الاخلاق الطيبه، برشا عباد ما حتى ما همش مكونين يخدموا فيهم بهايم حاشيكم صدقين، كونهم رجعهم عباد باللي جد، خاطر هما تويكا كلهم دايرين له في الدوره، هو يعمل هكا ويدوروا له في الدوره، هو يعمل هكا ويدوروا له في الدوره، معناتها قاعدين يكسروا فيها ما ربي معاه، ما تخافش. بالنسبه للشباب، الشباب مصلي على النبي، ما عندي ما فيه ما نقول، توا جيل هذا ما عندي في منقول، قاعد يقرا وقاعد يجاهد مسكين وقاعد عامل مجهوده. الشباب قبل كانوا يحبوا القرايه اكثر من تو. فما الفراغ يقرا، ما كانتش انترنت، ما كانتش الشيء اللي يجلب، تو تبارك الله انترنت محلول او شيء محلول وتطوعوا وكل شيء تسيب لهم، عندهم كل شيء. لكن قبل نلقاو شباب حريص انه يقرا ويكون روح. خاطر يشد تركينه ويقرا الكتاب. تو ما عادش يقراوا الكتاب. ولادنا توا ما عادش يقرا كتاب، كل شيء يلقاه في الانترنت. توا الكتب كنت شوف انا عندي بيبليوتيك، كنت نهبط في الشتاء شاتي ونمشي لك الاسواق ودمدم لم في الكتاب. المعري والزاحر وبرشا، كنت شوف ولادي توا مصلي على النبي، انا عندي وحده ماخذه الدكتوراه في الحقوق وعندي الاخرى ماخذه الدكتوراه في اللغات. مصلي على النبي، عندي زوز بنايات. توا مازال في العمر هذا وعندك مكتبه معناها؟ لا في داري. اي في دارك. اي وشريت. مازلت تقرا لتو؟ لا لا ما نقراش، ما نقراش. عادش تقرا؟ عادش نقرا، اما نحبهم غادي خاطر تعبت عليهم باش جبتهم. اما الكتب اللي عندك في البيبليوتيك بتاعك الكل قريتهم؟ والله ولادي انا شريتهم، لولادي. عندي وحده في الحقوق قانون مدني، وعندي الاخرى في اللغات، كل ولادي. كل ولادي قراهم وتوا ولاد ولادي. تنصح بالثقافه يعني. الثقافة أنا ما عنديش حتى سيزية، صلي علي. أنت تنصح شباب أنه يكون متثقف؟ لا هو تو متثقف قدرة ربي، قل واحد صلي على النبي عبقري قد هذا، تو يقول لك الدنيا كل. والله كلمة الختام. الختام إن شاء الله تونس بخير، إن شاء الله شبيبتنا بخير، إن شاء الله يلقاو حظهم مسكنات. نحب أنا ما نحبش ولادنا يتمرمدوا، ما نحبهمش يغرقوا، ما نحبهمش يموتوا، نحبهم يقراوا ونحبهم ينتجوا في بلادهم ويكونوا في بلادهم. عندنا القمح، عندنا كل شيء، كل شيء موجود في البلاد. يخدموا بصلي على النبي، يخلقوا الدنيا الكل، مش هكا ولدي؟ شكرا.